شركة سوماجيك هي واحد الشركة اللي كانت كتدبر الباركينغات كاملين وعطاوها جميع الباركينغات، وهذا الشيء ماشي انا اللي عطيته، جينا في المجلس وجبرنا هذا الشيء كاين. ولكن ملي كان في اطار انا عضو في لجنة التتبع، انا في اطار في عضو لجنة التتبع والمواكبة لهذه الشركة هذه، كنا كنعملوا اجتماعات دورية مع مدير الشركة ومع الشركة ومع الناس ديال الجماعة وداك الشيء، كنعملوا واحد مجموعة ديال النقط اللي كان ملاحظات. إذا به الشركة جات عملت واحد البيلون وقالت لنا بأننا حنا خاسرين في هاد الباركينغات، رغم أن الباركينغ اللي كندخلوا كنجبروه عامر. ملي قالوا خاسرين قلنا شوف حنا ما يمكنناش نشوفوا هاد الأرقام الملايير، حنا ما عرفوش نحسبوا الملايير، حنا ماشي الناس اللي عندنا اختصاص ديالنا، شنو عملنا؟ طالبنا بتدقيق شركة تدقيق الحسابات. والتدقيق في هذا الشيء اللي كيقولوا سوماجيك، حقيقه جات الجماعه مشكوره، جابت شركه، بدينا العمل، طلبت الشركه واحد مجموعه ديال الوثائق، اذا به عملنا الاجتماع شويه ثاني، من بعد ديك الاجتماعات ماتت ما بقاتش، عريس جوج العام باقي ما عمرنا اجتمعنا. كنسوقوا الخبر عبر الصحافه على ان باقي باركينغات اخرين والمحجز البلدي اللي هو الفوريان باغين يعطيوها شركه بعينها، والغوح الصفقه اللي كان فيها واحد المنافس جام هولندا، هادشي اللي سمعناه في الصحافه والكواليس. فاذا به خصنا نوضحوا الراي العام، سقسيت السيد العمده ولا النائبه المكلفه، النائب المكلف جاب كانوا خصهم يجاوبوا الناس، ما يخلوش هذا اللبس هذا. اذا به ما كانش شي جواب، انا بالنسبه لي يمكن شي نسكت على هادشي. فاذا به دابا غنمشي وغادي ما ما جاوبني شي، غادي نكتب له رساله اخرى للتوضيح اكثر باش نمشيو الى ابعد نقطه، نقدر نمشي حتى عند وزير الداخليه. واش كنقول لك دابا هي شركه التنميه المحليه خصها تكون شركه فيها بنود اللي مكلم فتحوا للجميع. دابا هما المقاس اللي كيعدلوا على مقاس شركه معينه، كنظن باقي خصهم كلشي يجبروا سوماجيك. انا ماشي ضد سوماجيك، ولكن انا مع التنافسيه، مع مقارعه الافكار بالافكار، والتنافسيه عاد تكون تصب في صالح المدينه، لان ديك المنافسه هي اللي عاد خلق الجوده في التعامل والعمل. دابا عندنا شركه واحده كتعمل بينا اللي بغات، ما كاينش اللي يهضر، والمواطن كاينش شكون غيهضر، كيجي عندنا اذا حنا كنقصروا، ما يمكنناش نقصروا، حنا عندنا الحمد لله ضميرنا هذيك، وحنا في دوله المؤسسات. انا كنقولها وكنعاودها، كخصها تكون هناك منافسه، حنا ماشي ضد سوماجيك، حنا مع المنافسه الشريفه. اي واحد غيجي من الافضل لهذه المدينه هذه، واللي غينمي هذه المدينه، واللي غيفتح لنا سوق الشغل، واللي غينميها لا بالعمل ولا بالجوده، ولا يفتح يتهلا يعني في ولادنا اللي هما كيعيشوا العطله، احنا كاملين مع هاد الشركات هادو، حنا مستعدين نعاونوهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.